معنا الدكتور توفيق شومان الكاتب الصحفي. تحياتي إليك ولكل المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني ونحن نتحدث الآن عن هذه الغارة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وتحديدا حارة حوريك بالضاحية الجنوبية لمحيط مجلس بالقرب من محيط مجلس شورى حزب الله، وكان يستهدف بها اغتيال القيادي البارز بالحزب وهو فؤاد شكر المستشار العسكري للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. المعلومات المتوفرة لديك، يعني الجيش الإسرائيلي أعلن أن حزب الله خط أحمر، و عفوا حزب الله قد تجاوز الخطوط الخط الأحمر، في المقابل حزب الله يقول أن هذه الغارة فشلت في استهداف فؤاد شكر القيادي بحزب الله. ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني أجدد التحية إليك. طبعا هذا العدوان الإسرائيلي غير مسبوق على الضاحية الجنوبية منذ تقريبا 4 سنوات لغاية الآن، لكن في الواقع هذا تجاوز الخطوط الحمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لغاية الآن بالإمكان القول بأنه لا معلومات نهائية حول القيادية المستهدفة أو حول القيادي المستهدف، وبالتالي الكل الآن يترقب بيان المقاومة اللبنانية. لكن بالوقت نفسه هناك ضغوطات دولية على لبنان للحقول دون رد. نعم. لكن ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد بأن الرد آتي، وأظن بأن الليلة الراهنة والليلة الحالية سوف تكون ليلة ساخنة. لا يمكن أن يمر هذا العدوان بدون رد متماثل وبدون رد متناسب. لكن الذي على الأقل يعني المعلومات الأولية تشير بحسب ما يتم تناقله على الأقل في بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن هناك شهيدين وأيضا جرحى عديدين. غير معروفة لغاية الآن الأسماء التي استشهدت بالعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي الكل بانتظار ما يمكن أن يصدر عن المقاومة اللبنانية. لكن بالوقت نفسه أنا أعتقد بأن هذا التجاوز بالخطوط الحمر، قلت قبل قليل بأن الرد المتماثل والرد المتناسب سوف يأتي، وأعتقد قد يأتي سريعا، وبالتالي كانت هناك معادلة قد صيغت أو قد رسمت في الأشهر الماضية بأن أي استهداف لمدينة بيروت أو ضاحيتها سوف يكون هناك الرد باستهداف مدن تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأظن أيضا قد يكون من المناسب العودة هنا أيضا إلى الفيديو المصور الذي كانت بثته المقاومة اللبنانية قبل حوالي شهر، وظهرت فيه صور عالية الجودة لمدينة تل أبيب ومنشآتها العسكرية والمرافق الحيوية. نعم. أظن بأن هذه هي المعادلة التي يمكن أن تنتظر خلال الساعات المقبلة، حتى لا أقول أقل من الساعات المقبلة. نعم. يعني هذه هي الأجواء عموما في بيروت. نعم دكتور توفيق، يعني جاءنا الآن أن وسائل إعلام إسرائيلية، الإعلام الإسرائيلي ذكر عن مسؤول رفيع المستوى تصريحات أنهم ليسوا لديهم أي نية لبدء حرب إقليمية. رأي حضرتك في هذا التصريح؟ هل هو، أنا قلت قبل قليل بأنه قبل هذا العدوان كان هناك اتصالات أمريكية وأوروبية مع الدولة اللبنانية ومن خلالها مع المقاومة بأنه يجب استيعاب أي عدوان، لكن كان الرد المباشر يعني هذا من خلال الدولة اللبنانية للاتصالات الأمريكية والأوروبية، لا يمكن استيعاب أي عدوان إسرائيلي، وبالتالي لا يمكن السكوت عنه. وأظن بأنه أيضا البيانات المتلاحقة التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية تسعى أيضا إلى القول بأن هذا العدوان يمكن استيعابه في حال لم يتم أو لم يأتي رد من المقاومة اللبنانية. لكن أظن بأن هذه الرسالة لن تصل إلى المقاومة، نعم. وبالتالي سوف يكون هناك رد. يعني
يعني هذا هو الخطاب العام، وهذه هي المعادلة التي ساقتها المقاومة منذ أشهر كما قلت قبل قليل. لكن أعتقد أن ضربة مثل هذه الضربة العدوانية على الضاحية الجنوبية لا يمكن استيعابها على الإطلاق ولا يمكن تجاوزها. لذلك أظن بأن خيارات المقاومة الآن مفتوحة. ما هو الهدف الذي يمكن أن تصاله المقاومة؟ هل هي بلدة إسرائيلية؟ هل هو مرفق حيوي؟ هل هي مواقع عسكرية؟ أعتقد بأن الميدان هنا يمكن أن يجيب على مثل هذه الأسئلة. لكن أعود وأكرر وحتى لا أطيل كثيرا، بأن الإجابة النهائية والإجابة المطلقة تحددها الساعات المقبلة، وبالتالي تحدد كيفية وشكل ونوع الرد المرتقب من قبل المقاومة اللبنانية. نعم دكتور توفيق، ولكن كما نرى أن هناك تضارب في الإعلام الإسرائيلي وما يصدر عن هذا الإعلام الإسرائيلي. يعني القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ذكرت منذ قليل أن مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو أن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر. تعليق حضرتك. صحيح، ولكن يوم الأحد الماضي كان هناك اجتماع يعني لمجلس الوزراء الإسرائيلي بعد عودة بنيامين نتنياهو من جولته واجتماعاته في الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر قرار عن مجلس الوزراء بتفويض بنيامين نتنياهو ويؤف جالنت وزير دفاعه في عمل عسكري محدود في لبنان. هكذا يعني كان البيان الصادر عن مجلس وزراء الاحتلال. لكن انه بعد تجاوز الخط الاحمر وبالتالي ضرب الضاحيه الجنوبيه للبنان، اعتقد بان المعادلات انقلبت او على الاقل تغيرت، وبالتالي فان الرد المنتظر من قبل المقاومه اللبنانيه ايضا يستخدم سؤالا ويستجلب سؤالا، انه في حال الرد هل يكون هناك ايضا رد اسرائيلي وبعد ذلك رد من المقاومه، وبالتالي يعني تاخذ الامور او تذهب الامور الى معادله الرد والرد المضاد أو الردود والردود المضادة، وهذا بحد ذاته يفتح الأبواب أمام حرب حتى لا أقول واسعة ولكنها حرب عنيفة جدا، لأنه السماح للاحتلال الإسرائيلي بأن يضرب الضاحية هذا يتيح له التمادي أيضا في اعتداءات مقبلة. لذلك قلت بأنه هذا خط أحمر وبالتالي المقاومة لن تتجاوزه على أي إطلاق. لكن بدون شك يعني الآن وأنا أتكلم معك في هذه اللحظات هناك اتصالات كثيفة مع العاصمة اللبنانية من أجل احتواء الموقف، ولكن أعتقد بأن احتواء الموقف لا يمكن أن يتم إلا بعد الرد المنتظر من المقاومة اللبنانية. نعم دكتور توفيق شومان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.